جيت اليوم ولو انني لا احمل الصفه ديال المكتب المديري لنادي الوداد، جيت الى بغيتي تقول لنا كودادي وعاشرت وعايشت واحد الفتره قصيره اللي دوز في الوداد في الفريق الاول، انه هو كان هو ولد مدرسه الوداد. المهدي الدغوغي كان لاعبا خلوقا ظريف بالدارجه، الله يعمرها دار. جيت باش نقول العائله ديالو والاحباب والاهل في حقيقه حتى حنا ضعنا فيه كوداديين، حادث ماساوي، حادث اليم يذكرنا بالحادث الذي فقدنا فيه فلوح الله يرحمه تاوي ويوسع عليه. مره اخرى الحرب ديال الطرقات في المغرب كتخطف بحال هكذا شباب يافع، شباب باقي الى كنهضروا على الصحه باقي صحيح، الى كنهضروا على المستقبل باقي امامه، لعب في الوداد، لعب في محمديه، لعب في جو بونس بني ملال التادله، باقي كان ممكن يلعب في فرق كبرى مازال، لانه دري لي لاعب كبير بزاف ولاعب كان عنده حق مستقبل في الكره، ولكن مشيئه الله لا مرد لها. كنقول العائله ديالو وخاصه الام والاخوان والاب والجميع، جميع العائله، كنقول لهم البركه في راسكم باسم جميع الوداديين. وكذلك اقدم التعزيه الحاره لجمعيه قدماء اللاعبين ديال الوداد، كنقول لهم البركه في راسكم، عزاؤنا واحد وانا لله وانا اليه راجعون.